السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا شهيد كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، سيدي الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا اللهم من أنصاره والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.